أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر نوفمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 3,682,798 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات بلغ 334,463 حاوية مكافئة من خلال استقبال 218 سفينة متنوعة خلال الشهر. هذا وتعمل الهيئة دائما على تطوير الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة وجذب الخطوط الملاحية العالمية، مما يعظم من الإيرادات وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها.